تغطية حية ومباشرة لأسواق المال العربية والعالمية وأسعار النفط والمعادن عبر شاشة الجزيرة مباشرة. أهلا بكم من جديد، ونستعرض معكم أحدث أرقام البورصات العربية والخليجية وبعض إغلاقات هذه البورصات. نبدأ من الأسواق العربية تحديدا من بورصة القاهرة، ما زال التداول مستمر والارتفاع بمقدار 1% تقريبا. بورصة عمان منخفضة ب13% عند الإغلاق، 14% ارتفاعا لبيروت و10% ارتفاعا لبورصة الدار البيضاء. بالانتقال إلى الأسواق الخليجية وهي محط أنظار كثير من المستثمرين الآن، نتحدث عن البورصة السعودية وإدراج سهم أرامكو، نتحدث أيضا عن البورصة القطرية وإقرار الموازنة العامة ل 2020. نبدأ من البورصة السعودية، 14% ارتفاعا للبورصة السعودية حتى هذه اللحظة، ما زال التداول مستمر. هذا ويواصل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية الصعود خلال تعاملات اليوم بدعم من نشاط حركة التداول خاصة على سهم أرامكو الذي تراجع بنحو 1% خلال الجلسة نتيجة عمليات لجني الأرباح. وساعد سهم شركة النفط العملاقة أرامكو البورصة السعودية أمس على مزيد من الصعود، حيث واصل مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي ليصل إلى 38 ريالا للسهم، قبل أن يتراجع اليوم إلى 37 ريال و80 هللة. وتوقع محللون أن يواصل سوق الأسهم السعودية تداول مكاسبه مع بدء إدراج أرامكو السعودية ضمن مؤشر السوق السعودي اليوم الثلاثاء ومؤشر MSCI للأسواق الناشئة، على أن يتم تفعيل إدراج السهم في الجلسة التالية غدا الأربعاء بإذن الله. وأعلنت البورصة السعودية عن تمديد فترة مزاد الإغلاق لتصبح 20 دقيقة بدلا من 10 دقائق، ويأتي تمديد الفترتين بالتزامن مع بدء الانضمام السريع لشركة أرامكو السعودية إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة غدا الأربعاء، وذلك بحسب أسعار الإغلاق ليوم الثلاثاء. مرة أخرى نعاود القراءة في الأسواق الخليجية. السوق القطري ارتفاع واضح وكبير، 1.10% واحد يقترب من 20% بالتأكيد، إقرار الموازنة العامة اليوم لقطر له تأثير كبير هذا، وقد ارتفعت بورصة قطر في التعاملات اليوم كما ذكرنا مدعومة بإقرار الحكومة لموازنة عام 2020 التي وصفتها وزارة المالية بأنها أعلى موازنة حجما من حيث الإنفاق منذ 5 سنوات، لترتفع تقديرات المصروفات إلى 1.19% عند 210 مليارات ريال، وتجاوزت قيم التداول 500 مليون ريال بدعم من انتعاش التداول على أسهم 3 قطاعات على رأسها البنوك والاتصالات ويليه التأمين ثم الصناعة.
وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا في مقر البورصة القطرية السيد علي القيسي رئيس القسم الاقتصادي بصحيفة العرب القطرية. أهلا بك سيد علي معنا. أهلا بك مرحبا. كيف تستقبل أي بورصة بشكل عام ميزانية أو إعلان الموازنة الجديدة لأي دولة؟ الحقيقة نحن نعيش في دول مجلس التعاون الخليجي عموما، هناك اهتمام كبير او اعتماد كبير من قبل القطاع الخاص على ما تنفقه الحكومه من اموال، وهذه الاموال التي يتم ترصيدها في الموازنه العامه للدوله التي تمثل خارطة الطريق لابواب الانفاق التي ستجري خلال العام التالي. الموازنه العامه التي صدرت يوم امس حقيقه جاءت فوق حدود التوقعات من حيث حجم الانفاق، وبالتالي القطاع الخاص سيستفيد كثيرا من هذه النفقات التي ستوجه الى قطاعات تحديدا عامله في القطاعات غير النفطيه والقطاعات التي من شانها ان تحقق التنوع الاقتصادي المنشود في دوله قطر، هذا فضلا عن موضوع الاجور والرواتب والخدمات الاساسيه التي تقدم للمواطن والمقيم. عموما دول مجلس التعاون الخليجي ما زالت تعتمد بشكل كبير على عمليه الانفاق الحكومي، وبالتالي هذا الانفاق يخلق الحراك الاقتصادي المنشود في السنة التالية لإقرار هذه الموازنة. بالتأكيد يعني رأينا اليوم هذا الارتفاع في البورصة القطرية ربما لعدة عوامل أقواها وأهمها هي إعلان الموازنة لهذا اليوم تحديدا. ماذا تعني الموازنة لأي مستثمر؟ يعني إذا تحدثنا عن نطاق الاستثمار، البورصة، التداول في البورصة، ماذا تعني إعلان الموازنة؟ تعني الشيء الكثير خاصة في بلداننا على اعتبار أنها تحدد أولويات الصرف خلال السنة المقبلة، وبالتالي فيما يتعلق بالمستثمر حينما يكون متابعا لتفاصيل الأمور التي تسير بالأسواق هو يحاول أن يبحث عن البنود التي ستوجه إليها الموازنة المخصصات، مخصصات الإنفاق، وبالتالي أحيانا تأتي موازنات تركز على جانب معين، على سبيل المثال تركز على قطاع مثلا الخدمات الصحية أو التعليمية أو المشروعات الأساسية وما إلى ذلك. حينما يكون منصب الموازنة باتجاه معين أكثر من غيره يلمح المستثمر هذه الجزئية، وبالتالي يركز على أسهم الشركات التي تعمل في هذه القطاعات. فبالتالي حينما تتحدث الموازنة على سبيل المثال عن الاهتمام بقطاع الأمن الغذائي في قطاع المناطق الحرة، بالتالي هناك بعض الشركات التي تتداخل مع هذه الأنشطة، وبالتالي سيكون لها حصة من هذا الإنفاق الذي سيترجم على هيئة استثمارات جديدة تستفيد من هذه الشركات، وبالتالي أسعار أسهمها ومن ثم حملت أسهم هذه الشركات. نعم، بالأمس ارتفعت قيم التداول يعني كما راقبت ولاحظت إلى أكثر من 900 مليون ريال، اليوم تجاوزت 500 مليون ريال، يعني في ظل السيولة المعلنة أو يعني السيولة المعلنة، ألا يعكس ذلك تفاعل الصناديق الأجنبية مع إعلان الموازنة القطرية اليوم؟ ما في شك حقيقة في ظل الظروف الاقتصادية التي يعيشها العالم في هذه المرحلة حينما تقوم بالتوسع في الإنفاق فهذا حقيقة وكأنك تغرد خارج السرب. حجم الإنفاق معظم الدول تقوم الآن بالتحفظ بينما أنت واثق من قدراتك، وبالتالي تقوم بالإنفاق على مختلف القطاعات، وبالتالي هذا يجتذب المستثمر المحلي أو الأجنبي حينما يبحث عن الملاذات، يبحث عن الدول التي لديها القدرة على تحقيق نمو اقتصادي كبير، وبالتالي هذا النمو الاقتصادي يتأتى من خلال سواء الإنفاق الحكومي أو من خلال أداء القطاع الخاص، وبالتالي حينما يأتي المستثمر الأجنبي ويجد في دولة هنالك إنفاق متوسع في مختلف القطاعات، بالتالي هو يعرف بأن العام المقبل سيكون هناك نوع من النمو الاقتصادي على الأقل سيكون أفضل من هذا العام. نعم، طيب لو يعني تطرقنا إلى قراءة سريعة في الموازنة القطرية، أبرز القطاعات، ربما أشرت الآن إلى أن فكرة المستثمر يتجه إلى القطاعات الأبرز في الموازنة، ما هي أبرز القطاعات في البورصة القطرية التي ستستفيد من إقرار الموازنة لهذا العام؟ نعم، حقيقة في السنوات الماضية كان هناك تركيز على قطاع الهيدروكربوني على اعتبار أن دولة قطر كانت ما زالت تتوسع في هذا القطاع وما زالت هي تتوسع كذلك، لكن الآن بدأ الاهتمام أكثر في القطاعات غير النفطية. نتحدث هنا على سبيل المثال على قطاع الأمن الغذائي سينال نصيبه المهم، أيضا قطاع الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد، نتحدث عن قرب تدشين مناطق الحرة بشكل رسمي، هناك مناطق لوجستية وهناك مناطق صناعية هذه تتصل بالميناء والمطار، وبالتالي هنالك توجه لأن تكون دولة قطر يعني مركزا للعمليات اللوجستية على المستوى الإقليمي، خصوصا إذا ما عرفنا بأن دولة قطر هي عضو في مبادرة حزام وطريق الحرير التي تبدأ من الصين، هنالك تغير في طرق التجارة العالمية.
هذا القطاع على سبيل التحديد يحظى بأهمية كبيرة، لذلك وجدنا بأن حتى قبل إقرار الموازنة العامة بيوم واحد هناك 7 شركات عالمية وقعت اتفاقيات لدخول المناطق الحرة القطرية حتى تستثمر هذا التوجه الموجود في دولة قطر، هذا بالإضافة للقطاعات التقليدية المتعارف عليها. لو تقر لنا رؤية من وجهة نظرك خاصة بالبورصة القطرية بعد إقرار الموازنة. الحقيقة توقع صندوق النقد الدولي بأن الاقتصاد القطري سينمو بواقع 3% خلال عام 2020، لكن أنا بتقديري مع هذه الموازنة العامة التي فيها نوع من التوسع قد نشهد نوع من نمو أكثر من القيمة التقديرية، وبالتالي كما هو معروف بأن البورصات هي مرآة لما يجري على صعيد الاقتصاد المعني بهذه البورصة، وبالتالي ستقتفي أثر النمو الاقتصادي الحاصل في الاقتصاد المحلي، لكن قطاعيا هناك قطاعات ستستفيد أكثر من قطاعات أخرى. طيب نصائح نختم بها لقاء اليوم معك للمستثمر لمن يريد الدخول إلى عالم البورصة وخاصة في نهاية هذا العام. على صعيد السوق القطري هناك مجموعة من الأسهم حقيقة مقيمة بدون قيمها الحقيقية في ظل انخفاض أسعار الفائدة وعدم الانتفاع كثيرا من العوائد أو العوائد المترتبة على الإيداع البنكي وتحسن أداء النمو الاقتصادي المتوقع خلال العام المقبل، هناك كثير من الملاذات الاستثمارية المتاحة في السوق القطرية يمكن اللجوء لها، ويمكن محددة في أي قطاعات تحديدا؟ حقيقة القطاعات الخدمية تحظى بنصيب مهم، القطاع البنكي، القطاع البنكي حقيقة حقق نتائج مبهرة خلال الأشهر 9 الأولى من هذا العام، بعض البنوك حققت نسبة نمو فقط 10%، وبالتالي هي قادرة أيضا على المضي قدما بالنمو وبالتالي توزيع الأرباح للمساهمين. نعم، شكرا جزيلا لك السيد علي القيسية رئيس القسم الاقتصادي بصحيفة العرب القطرية. فاصل قصير مشاهدينا الكرام ثم نعود للمواصلة.
نلفت عنايتكم بأن هذه التغطية تبث الآن على الهواء مباشرة عبر صفحة البورصة على فيسبوك، ونتلقى أسئلتكم واستفساراتكم بشأن الاستثمار في البورصة وجميع الأمور الاقتصادية. شارك برأيك، الذهب يواصل الارتفاع مع تراجع شهية المستثمرين عن سوق الأسهم في ظل ضبابية تفاصيل اتفاق التجارة الأمريكي الصيني. أولى تعليقات معنا تقول الذهب يصعد مع نزول الدولار والمتعاملون ينتظرون تفاصيل اتفاق التجارة. أما ميسام يقول استقرت أسعار الذهب الملاذ الآمن بلا تغير، بينما أبقى المتداولون الآسيويون على حذرهم إزاء الاتفاق التجاري المحدود الذي توصلت له الصين والولايات المتحدة الأسبوع الماضي. نور يقول أو تقول الذهب يسجل ارتفاعات محدودة مع ترقب التطورات التجارية. انتهت التغطية لهذا اليوم، نلقاكم بإذن الله الأحد القادم وتغطية جديدة عبر شاشة الجزيرة مباشر لتطورات البورصات العربية والعالمية. إلى اللقاء بحول الله.